وكده كده احلف لك ان الثلاثه او الاربعه اللي دخلوا دول كنت انت الكيس الوحيده في حياتهم. ايه ده؟ The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطه دي. البلايند ديت بتاعنا عباره عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقه بالجواز، لبس، فلوس، شغل، وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الاخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. لك انا شفت العصير بس تقريبا فيه ليمون، ممكن نبدل الاول قبل ما نبتدي كلام؟ خد عادي، ما عنديش مشكله، اتفضل. في روزماري كمان لو عايز. اتفضل. اوكي، لا ده احلى. احكي لي، عندك كام سنه؟ 26. انت عندك كام سنه؟ عندي 23. بس الصوت بيقول 30 بلس. ايه المقدمه الوحشه دي؟ اوكي، تحب تتفرج على افلام؟ طبعا. تحب تتفرج على افلام ايه؟ والله انا بموت في الاكشن، يعني انا عن نفسي كلب اكشن. كلب اكشن؟ كلب اكشن. لا ما بحبش الاكشن خالص، انا بحب افلام الرعب. لا ما دي مش سكتي بصراحه. بتخاف يعني؟ خواف ولا لا؟ مش خواف، بقرف. لا انا مش قصدي افلام الرعب الدمويه، انا قصدي افلام رعب اشباح وشياطين وجن وكده. وسكت. هو انت برج ايه؟ الثور. انت برج ايه؟ انا برج الثور. طب دي مشكلة، انت عارفة كده؟ ايه ده ليه؟ ما ينفعش الاثنين تور مع بعض. ما ينفعش راجل وست تور مع بعض؟ حاسس كده، بس انا ممكن اغير القاعدة. اوكي طيب، عايز اسألك سؤال تاني، هو انت ارتبطت كتير قبل كده؟ لا خالص؟ كم مرة يعني؟ مرة؟ ارتبطت مرة واحدة بس؟ وقعدت قد ايه بقى؟ حوالي 3 سنين مثلا. واو، بقول لك ايه؟ ما بتملش ابدا. هو انت ارتبطتي كم مرة؟ انا حاسس في عدد كبير. لا 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 مفيش عدد ولا حاجه. لا لا والله بكلم بجد، انا حاسس في عدد. لا مفيش عدد ولا حاجه، في مثلا ممكن مرتين او ثلاثه. مرتين او ثلاثه يبقى في عدد. الله. اصل احنا عارفين. لا لا معلش، مش اصل احنا عارفين. طيب عايز اسالك سؤال، ايه الحاجات اللي يا بنتي ثانيه واحده بس نتكلم، بس عشان يبقى الكلام على نور. دلوقتي انا اول مره اقعد معاكي ولازم افهم، يعني لازم افهم الرجاله اللي قبلي كانت فين. مش عايزين نعرف اسباب، مش عايزين نعرف. لا انا ماليش دعوه بالماضي بتاعك وانت مالكش دعوه بالماضي بتاعي. لا يعني احنا بنبتدي صفحه جديده مع بعض. يعني ايه؟ هو احنا هنقرف بعض بقى من اولها؟ بما انك دخلتي في علاقتين او ثلاثه، حاسس ان اكيد في حاجه كومن ما بينهم خليتكم ان انتوا ما تكملوش، فممكن تقولي لنا؟ يعني تعالي نقول حاجه واحده. في شخصيته يعني ولا حاجات بيعملها؟ مش لازم شخصيته، ممكن شخصيتك. بطلوا يا جماعه الاسلوب ده، يعني مش لازم المشكله تبقى هنا. ليه؟ هو انا هسيبه عشاني؟ هو انا هسيبه عشاني؟ ما انا هسيبه عشان هو انت هتسيب واحده عشان انت شخصيتك وحشه؟ لا بس ممكن تبقى المشكله من عندك. طيب انا هقول لك وخلاص، مثلا خيانه دي مثلا. الخيانه لو حد كنت ماشيه مع شمامين برضو. على فكره في بنات برضو خاينه. ماشي بس انا عمري ما هدخل، يعني عمرك ما هتخون قصدك يعني. لا مش خاين يعني. لا يا باشا الموضوع بيبقى باين من اوله، معلش يعني. يعني انت واضح من صوتك انك مش خاينه. طب كويس الحمد لله. دي بدايه مبشره طبعا. بس انت بقى واضح من صوتك ان انت بتاع بنات. انا؟ بقول لك واحده. ايوه عادي، ممكن تكون ارتبطت بواحده بس عرفت كتير. لا ده مش حقيقي الصراحه. على فكره انا حاساك ان انت بتحور قوي. في ايه؟ في كل حاجه. طبعا شوف يعني، ما احنا لسه. وانت جالك ايه؟ انا جالي كيلوجز نودلز. انا بحب النودلز قوي اصلا، من اكتر الحاجات اللي بحب اكلها. ما عليها ايه بقى؟ استنى ادوق. هي عليها فلفل تالي سبايسي. انا جالي خضار وعليها جمبري. طب سيبني نعمل سويتش. لا بصراحه لا. انت ما بتحبش السبايسي؟ لا مش بحبه خالص خالص. بس لا. هو على فكره مش سبايسي قوي يعني. طب بصي يعني ممكن اعملها معاكي كحركه رجوله برضو، عشان يعني يا ريت تعمل اي حاجه على توبيك صعب برضه. يا ريت. اتفضل. بس ما تاكلش الفلفل عشان سبايسي قوي. بما اننا التوبيك عن الماني، فاحكي لي شويه عن فلوسك. تحب تصرف على البنت اللي معاك ولا لا كده يعني؟ لا بحب اصرف تمام، ما عنديش مشكله، بس يعني احكي لي عن فلوسك. يعني احكي لي ليه دخلت تصرف فلوسك على ايه كده؟
على حاجات طبيعيه عادي يعني، لبس، اكل، شرب، خروج، سفر. طيب اهم سؤال بالنسبه لي في القعده دي دلوقتي بعد ما الديت يخلص، مين اللي هيحاسب؟ اكيد انا. اتضايقتي ليه؟ طيب كان نفسي اقول لك انت لو كنت قلت مش انا، او مثلا 50-50 مثلا، انا كنت قمت. لا في اول ديت لا، ما انا شايف ان ده مش في تاني ديت عادي يعني. لا انا بتكلم عامه، انا حاسك اصلك داخله على داخله اللي هو انا مش ناوي احط ايدي. ايوه عايزه اعرف، بقابل ناس كتير معامله اللي هو احنا الاثنين هنصرف وبتاع، وانت تصرفي عليا وانا اصرف عليكي وكده. ف عايز اعرف امتى هتصرفي، عشان حاسه وجهه نظرك ان انت مش. ايوه انا مش هصرف، انا بصرف على نفسي، ده موضوعي. لا ما انا كنت ناوي اصرف عليكي. هو احنا هنتخانق بقى من اول الديت ولا انا ايه؟ بقول لك كنت ناوي اصرف عليكي. ماشي ما تصرف، ما هو ده الطبيعي على فكره، انت كراجل المفروض تصرف عليا طبعا، دي طبيعه يعني. ايوه انت بقى فلوسك هتستخدميها في ايه؟ انا بقى فلوسي لو انا بشتغل او مش بشتغل، فلوسي انا ضيعها على نفسي، اعمل طيب بيها اللي انا عايزاه. الطبيعي خلي بالك في الموقف زي ده ان انت تاخدي الفلوس تيجي البيت تحطيها على السفره. ليه ان شاء الله؟ انا بحس كده، ده الطبيعي. لا 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 لا، ده انت اللي بتعمل الكلام ده مش انا، انت اللي بتيجي من بره معاك مثلا الظرف فيه فلوس بتحطه على الكومودينو بتاعي، لانه انا كست عندي مصاريف في بيت في عيال غير انا بقى كمان. هو انت مش تديني مصروف ولا ايه؟ بس انت عارفه ان صوتك عالي قوي. ايوه دي مشكله فيا. انت وطيتي كده ليه؟ ايوه خلي بالك بقى، دي حاجه ارجع لك تاني بس للبوينت قديمه شويه، برج الثور. قلت لك مش هينفع ليه، لان احنا الاثنين صوتنا عالي. عارفه لو خلفنا على برج الثور كمان الدنيا هتتقلب. ايوه دي حقيقه فعلا. بقول لك ايه، هو انت ما خطبتش قبل كده؟ لا. يعني ما قعدتش اي قعده من القعدات بتاعت الاهل دي اللي هي بيتفقوا فيها على القايمه والمؤخر والحاجات دي؟ انا عايز اقول لك على مفاجاه، انا ما اعرفش يعني ايه قايمه، اقسم بالله ما تعرفش. بس انا حاسس دي حاجه تفرق معاكي قوي. لا 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 خالص، دي حاجه رعباني والله خالص على فكره. ما انا بسالك عشان عايز اعرف رايك. بص اللي انا اعرفه ان في حاجه بيكتبوها دلوقتي جنيه، انا مش عارف دي ايه، بس انا نفسي ناوي اكتبها زيهم. طب بقول لك ايه، ما تيجي تختاري لنفسك اسم، مش لازم يبقى اسم حقيقي يعني، ممكن اخلي اسم فيك مثلا. ايه اكتر اسم اللي نفسك تتسميه؟ ليندا. ليندا خلصانه، ماشي يا ليندا. وانت؟ عمر. عمر؟ اه. او بص لا بلاش ليندا، ممكن جيسيكا مثلا. جيسيكا؟ ماشي. طب بقول لك ايه يا عمر، عشان انت عمال بتحور دلوقتي وبتهرب. لا لا انا فاكر، انا فاكر ما تقلقيش كملي. انا عايزه اعرف دلوقتي لو احنا هنتجوز، هو انت مع ان احنا نفرش البيت مع بعض؟ يعني انت تجيب حاجات وانا اجيب حاجات؟ لا يعني انا هجيب لك البيت كله كامل ان شاء الله وتيجي يعني. هيجيب في ايه؟ طب اديني ريتنج بقى. ريتنج حبيب قلبي اكيد. اتفضل. شكرا، عشان بس الحته الحلوه اللي هو انا ممكن اسيبها كده، اصل انا فخور بصراحه. برافو عليك. لا الدماغ دي حلوه كده، انت جنتلمان. طيب. عارف انا عايز اسالك بقى سؤال. لا انت دلوقتي تسال اي حاجه حبيب قلبي، مفيش مشكله يعني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، من ساعه ما قلبت عمر وانت بترد ردود جامده جدا. حلو، بقول لك انا من زمان كان نفسي ابقى عمر. وانا كمان جيسيكا برضو عاجبني قوي. هو انا عندي مشكله في موضوع جيسيكا بصراحه، بس هنفوته دلوقتي. عايز اسالك دلوقتي عن الشبكه، يعني انت مثلا بادجت كام؟ ايه المينيمم ايه الماكسيمم؟ يعني انت حاطط بادجت من اولها؟ بس عايز افهم. هو ده حرص يعني ولا ده ايه؟ لا يا لا انت برضه هترجعي ولا احنا مش لسه كنا كويسين؟ انا ما بحبش الرجاله البخيله. جيسيكا انت نسيتين، انا عمر. عمر ما تضايقنيش. رجعي تاني. رجعي. بالنسبه لموضوع البادجت ده، انا مش حابه ان انت تحط لي يعني حاجه معينه اكون انا فيها يعني. يعني انا لما هنروح وننقي الشبكه انا هشوف ايه اللي هيعجبني وهاخده. بس خلاص حلو، ده انا بطمن. الموضوع بس سهل على فكره. دي اهم حاجه. لو كان في حاجه في دماغك كنت هقلق منك. لا 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 انا مفيش حاجه في دماغي خالص، انا سايبه الموضوع كده. لما هنروح مثلا نشتري دبلتك، اي دبله فضه تعجبك يا بنت؟ اي دبله فضه؟ انا بلبس فضه. امال بتلبس ايه؟ دهب. بلبس دهب. اوكي اجيب لك دبله دهب. هو ثانيه واحده، هو العروسه اللي بتجيب للعريس الدبله؟ ايوه انا بجيب لك دبلتك وانت بتجيب لي دبلتي، لو عايز تجيبهم هما الاثنين مش. لا هاتي عشان لو عايز تنقي حاجه. لا ما انا اكيد هجيب لك هدايا من قبل برضو ما نتجوز، ولما هنتجوز في عيد ميلادك. بتحبي انت الهدايا كتير يا جيسيكا؟ طبعا. انا جيسيكا ده مش جاي معايا على فكره. معلش. الضحكه دي ضحكه جيسيكا. جيسيكا بس فرع مدينه نصر. انت شكلك دمك مش خفيف على فكره. ما انا عارف، بس ايه المضحك في مدينه، لو مدينه نصر بتضحك فاهمين يعني. انه جيسيكا فرع مدينه نصر يعني هتبقى ايه؟ هتبقى ضحكتها ازاي؟ ايه ده؟ خلي بالك انا حاسه ان احنا مش هننفع مع بعض. مع اني حاسس انه ينفع. لا حاسه ان انت عصبي كده ودايما بتتدخل في كلامي. انت عصبيه، انت اللي عصبيه والله. انا عصبيه طبعا. ايوه طب خلاص. طيب احنا اتفقنا كده، هنرجع لنفس البوينت، برج الثور. احنا الاثنين ثور، احنا الاثنين صوتنا عالي، احنا الاثنين عصبيين. خلاص انا مش هسال. فتعالي اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده نعمل سكيب، فاهمه؟ ملهاش مستقبل علاقه دي. اوعى تكون مطلع رقم صغير. لا لا خالص. انت لو الدنيا شفت الرقم اللي معايا على فكره هتتبسط. الدنيا عندك. طيب لا انا رقم بصراحه انا راضي عنك في. طب ممكن بقى تحطي دي جنب الرقم برضه عشان الصوره. اوكي
جالك ايه؟ انا جالي كيلوجز نودلز بالفرنش تشيز. بس برضو حلو قوي موضوع ان النودلز تتعمل بطريقه تتحط فوقيها حاجات وتوبينجز. فكره صايعه بصراحه. انا دايما بعمل النودلز بس مش بعمل فوقيها اي حاجه تاني، بس دي طعمها حلو قوي. جالي السوشيال لايف اللي انا كنت مستنيه. طب جيسيكا، بما انك في الاول قلتيلي ان انت دخلتي في 2 أو 3 وكلام غريب، ده ايه الماكسيمم ليفل اللي وصلتوا له؟ يعني خطوبه، اتجوزتي مثلا، ايه اللي حصل؟ والله في منهم مرات يعني. بطلي بس والنبي موضوع منهم ده، يعني انا عشان انا بقلق منه، فاهمه؟ من يعني المرات من المرات عشان من ضمنهم من ضمن المرات. كملي كملي، خليني احكي بقى. في مره مثلا اتخطبت وفي مره اتجوزت. هو انت عندك كام سنه بجد؟ 23 والله. وانا هكدب عليك ليه؟ اصل انا انت عندك خبره. هو انت هو انت هتقعد تتنمر عليا بقى؟ والله ما بتنمر بجد، بس انا مستغرب. اصل 23 سنه دي مثلا، فاهمه؟ هتلاقي عندها جراديويشن بروجكت دلوقتي، هتلاقي عندها مثلا نازله انترن في شركه لكن مش متجوزه. معلش مرتين. معلش ماشي، دي حاجه حلوه عامه يعني. بجد؟ اه طبعا. في ايه بقى؟ في اكسبيرينس. إيه؟ من ناحيه الاكسبيرينس عندي بسيطه شويه، فانت ممكن اعوض يعني الحته دي. بص، عايز اسالك على حاجه مهمه قوي. هو بما انك ان انت يعني شخص ما عندكش اكسبيرينس في العلاقات وكده، الحمد لله، هتستي وكده في شويه حاجات. لو احنا متخانقين، ربنا ما يجيب خناقه جيسيكا. لو احنا متخانقين دلوقتي وجيت كلمتني مثلا وقلت لي مالك، فانا اكيد هقول لك مفيش. هترد عليا تقول ايه؟ لا احاول اعرف طبعا، بس عارفه لو جاي لك الحاله يا جيسيكا، انت واضح انها بتجيلك كتير، فممكن اعمل اهبل. لا ما ينفعش الاسلوب ده مع البنات، لازم تفضل مصمم لحد ما تعرف انت شكلك فعلا ما عندكش اكسبيرينس. قولي على طول يعني، خليكي دايركت. ما هو انت لو مهتم فعلا بتعرف لوحدك. بس انت تفتكري ساعتها مثلا هكون بسال مالك وانا فاهم وبستهبل يعني؟ ده قصدك؟ يعني لو انا مش فاهم بجد يبقى خلاص، يبقى ما تطلبيش مني ان انا اكمل. طيب عايز اسالك سؤال تاني، هو انت ذاكرتك حلوه؟ على حسب. يعني هل في يوم هيجي وتنسى مثلا؟ لا 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 لا، تاريخ اليوم اللي احنا اتعرفنا فيه؟ مستحيل. انا الحاجات دي بالنسبه لي مهمه قوي. وانا كمان. بجد؟ طبعا. اوكي، بقول لك ايه يا عمر، هو انت دلوقتي لو معجب بواحده وعايز تخليها هي كمان تعجب بيك؟ انا عارفه ان احنا طلعنا بره السوشيال لايف، بس يعني دي حاجات بصراحه مهمه عايز اعرفها. ما خلي بالك انا ما مريتش بالمواقف دي قبل كده، ف مفيش اكسبيرينس في الموضوع زي ما قلت لك من الاول، هتلاقيني اهبل، فاهمه؟ ماشي، ايه الحاجات الهبله اللي انت بتعملها برضو؟ لا ما انا بقول لك ما مريتش بالموضوع قبل كده. انت واضح يعني مش عارف انت هو ايه اللي واضح؟ واضح واضح ايه؟ فاهميني الدنيا انا ممكن اقول لك برضو واضح ايه. انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي انت تعمل. ما جربتش قبل كده، فهتلاقيني مش عارف ايه اللي ممكن اعمله يعني. انت دلوقتي لو حسيت ان انت احساسك بيتحرك ناحيه واحده، في حاجات لا اراديه بتطلع منك كراجل علشان تلفت نظرها، ايه هي الحاجات دي؟ ها يا عمر، شفتي غير السؤال ده؟ طيب يا عمر، طالما انت مش راضي تديني اي اجابات انا عايزاها، هسالك يعني سؤال بالنسبه لي بقى مهم. انت قلت دلوقتي ان انت ارتبطت مره. مظبوط. قعدتوا 3 سنين، شفت انا فاكره ازاي؟ سبتوا بعض ليه بقى؟ هو ما حصلش نصيب يعني، حاجه طبيعيه يعني. هو ده السبب يعني؟ اه ده سبب منطقي يعني. اوكي، انا كمان يعني. لا اسمه ونصيب. لا 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 مش اسمه ونصيب، معلش. دي دخلتي في حالات خطوبه وعلاج جواز. يا سلام، هو حلو ليك وحش ليا؟ او 3، فلا في مشكله. وكده كده احلف لك ان 3 أو 4 اللي دخلوا دول كنت انت الكيس الوحيده في حياتهم. ايه يعني؟ ايه انت بتقول ايه يعني؟ لما اجيب الرجاله دي اقعد معاهم هم اللي هيقولوا لي ما حصلش نصيب. تجيب الرجاله تقعد معاهم وتعرف مثلا إيه يعني؟ انا برتجل معاك. لو جبتهم قعدتهم قدامي وسالتهم، هم دول اللي عندهم هيبقى كله بقى العيب مننا، صح؟ انت جاي تلم غلط ولا ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا ارتبطت بيك مثلا، انت طلعت عندك عيب معين مش نافع معايا العيب ده، سيبنا بعض. مثلا انت ارتبطت بواحده تانية هي عندها عيب غير بس برضو انت مش قادر تحمله، سيبته بعض. بس انا عجبني قوي دلوقتي نصير. عجبني قوي دلوقتي ان انت قلتي ارتبطت بواحده وطلع هي عندها عيب، يعني انك عكستي. مره كان انا عندي مرة. ايوه طبيعي، احنا كده كده انت شخصيه يعني طبيعيه، فتمام. ايوه على فكره انا اكيد بغلط وانت برضو اكيد بتغلط. ماشي خلاص. طب هسالك سؤال، هو انت عندك صحاب بنات يا عمر؟ اه اكيد طبعا. كتير؟ لا مش ليه بقى خالص. مش كتير ليه يبقى ماشي مصاحب بنات؟ مجال شغلك يعني ما فيهوش بنات؟ لا في بنات طبعا. بصي يعني انا عندي مشكله، خلي بالك انا زمايلي صعبين قوي، في 2 بصراحه مش نافعين، ودول اكتر 2 قاعدين في وشي، فانا اصلا خلاص الصنف كله عندي مع مشكله. هو انت مع ان انا يبقى عندي صحاب ولاد عادي؟ ليه انت بالنسبه لك عشان تحكمي دلوقتي هنا ينفع نكمل ولا لا لازم تسالي السؤال ده؟ لا على فكره انا مش بحكم بالسؤال ده. لا اصل انا قاعدين بس انت دلوقتي بتقولي انك عندك صحاب بنات. ليه دايما انا بلاحظ ان اي بنت تهتم قوي بالموضوع ده؟ ده سؤال بيفرق في شخصيه البني ادم اللي قدامك. ايوه عشان لو انت عندك صحاب بنات انا هيبقى عندي صحاب ولاد. لا هي مش ماشيه كده، اللي هيمشي عليك هيمشي عليا، مش بنحط رول. ماشي ماشي، كلام منطقي صح. طيب ماشي. انا على فكره مش بحجر عليك يعني. يعني دلوقتي لو جيت قلت لك مش عايز يبقى عندك صحاب ولاد، خلاص انت كمان ما يبقاش عندك صحاب بنات. وانا موافق. سوري انا موافق. سوري ايه؟ موافق؟ انا مش متضايق اصلا. اه والله موافق. يبقى كده مفيش مشكله خالص يعني.
اه والله خالص. العلاقه اللي انت كنت فيها دي خلصت من امتى؟ من حوالي سنه. وفي الفتره دي بقى سنجل ولا ايه؟ لا انا بعدت نفسي خالص عن المجال. المجال؟ اه. يعني مفيش اي حاجه كده غيرتك مثلا؟ حسيت ان انت عايز ترتبط تاني؟ حد شدك؟ لا مفيش. بس النهارده حسيت الصراحه، حسيت ان في حاجه حصلت. بقول لك يا جيسي، الله بتدلعني كمان. الاسم عجبني خلاص، انا غيرت رايي. كنت عايز اعرف مثلا انت في السوشيال ميديا، يعني انت مثلا الاكونت بابليك ولا برايفت؟ بابليك. بابليك ها؟ انا متاكد. ايه ده بجد؟ اه والله. ما اعرفش، حسيت بتتعاملي ازاي مع الانتر اكشنز على السوشيال ميديا؟ يعني الشباب اللي بتعمل ريبلايز، الشباب، عشان عارف طبعا الرجاله عندنا كلها بتودي. لا، في منهم اللي بيبقى معجبين محترمين اكيد. معجبين محترمين. قال مثلا تبقي تيجي بقى تحكي لي وبتاع، تقولي ده في واحد مش محترم مثلا وفي واحد محترم. بقول لك يا عمر، انا حاسه ان احنا يعني دلوقتي احنا كام راوند؟ دي الثانيه متهيألي. انا حاسه الموضوع تلتة. كل ماده بيسوق اكتر، بس انا مش عارف ليه متفائل. تفتكر هيحصل حاجه؟ ممكن تفتكري مثلا في الاخر كده؟ حاسس كده بصراحه. لا حسن، انا اول ما اشوفك هجري. اللايف ستايل على فكره هسالك عن حاجات بالنسبه لي مهمه قوي، هسالك عليها لما يجي. بس انا جيسي حاسس الدنيا كانت تمام يعني. كانت تمام قوي الصراحه. طب روقي علينا بقى والنبي. كانت تمام قوي. بقول لك يا عمر، احنا لو ظبطنا في الراوند دي انا موافقه. ماشي خلاص، لانه دي اهم حاجه. وانا كمان موافق. قبل ما نبتدي بس، جالك ايه؟ انا جالي المره دي حاجه تحفه. طب معلش ثانيه، هطلعها لي قدام بقى بالراحه كده. طعمها تحفه. انت بتطلعيش. وريني اللي جالك. ماشي. لا انا جالي بيف يعني. لا تمام كده. لا انا ما بحبش اللحمه. كده احسن. سؤال مهم جدا بالنسبه لي، بتحب الحيوانات؟ لا بصراحه، بصي انا اي حاجه ليها عينين ومناخير وبق غير البني ادم. بس انا بحب الحيوانات قوي، زعلتني. ماشي، ما انت ممكن بقى تغيري وجهه نظري على الموضوع. ما احنا اتفقنا خلاص لايف ستايل، احنا عايزين نظبطه. لا ما هو احنا لو هنتجوز وهنعيش مع بعض في بيت واحد لازم نشارك. انا بقولك تغيري وجهه نظري عن الموضوع بقى انت. ماشي اوكي. لا ماشي. هحببك على فكره في الحيوانات جدا. بتحب السفر قوي؟ بجد؟ والله. سافرت فين قبل كده؟ لا حياتك كتير طبعا. قولي لي اي بلد كده اقول لك رحتها. سافرت اسبانيا؟ طبعا. ما تهزرش. اساسي اكيد. رحت فين؟ برشلونه. هو بتتفرج على كوره ولا ايه؟ لا لا لا، انا ماليش في الكوره خالص. اسبانيا على طول دي احسك رياضيه شويه. لا 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 خالص. بس خلينا نتكلم في الكوره دي، مشكله يعني برضو هنحاول نغيرها مع بعض. هو انت متعصب؟ لا مش متعصب، بس مثلا يعني متعصب. هو انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا يا جيجي. أهلوية؟ أيوه. يعني احنا دلوقتي لو نازلين ديت زي النهاردة مثلا، ولقينا مثلا صلاح عنده ماتش ليفربول النهاردة في الشامبيونز ليج مثلا، يعني هتعملي ايه؟ لو محمد صلاح بيلعب وبتاع وحاجة مهمة وكل الناس بتتفرج، اكيد هتفرج برضه. ما هي دي بقى المشكلة. كلكم كده بتحبوا موضوع الناس كلها بتتفرج، يبقى نتفرج. أيوه لو حاجة مهمة. لا لو يعني انا بس اللي بتفرج. لا عادي براحتك، لو بتحب الكورة يعني انا مش هضايقك. اوكي، بس اكيد لو بتحب الكورة يعني مش زي الرجالة اللي بيقعدوا لا لا خالص. والحاجات دي يعني مثلا لو النهارده الانيفرسري بتاعنا وعندنا نهائي تشامبيونز مثلا، هتنزلي معايا وهنأجل الانيفرسري؟ هو انت بالنسبه لك مش مهم احنا، والمهم ان انت تتفرج على صلاح يعني؟ ماشي اكيد كلنا بنحب صلاح. المهم سيبك طيب من موضوع الكوره. ماشي. طب اسالك سؤال بقى جيجي، ايه البيرفكت ديت بالنسبه لك؟ انا بحب قوي يعني الديت يكون في مطعم، واكون انا لابسه حلوه قوي وانت كمان لابس حلوه قوي. اكيد هتعدي عليا تاخدني طبعا. طبعا. طول وقت الديت بقى لازم بقى كله يبقى كلام ايجابي وكله كلام حلو بس، وفي اخر الديت طبعا لازم تبقى جايب لي ورد. الديت لازم يبقى فيه هديه؟ لا مش لازم هديه، انا قصدي انه يعني بما انك جاي تاخدني من البيت رايح تخرجني في ديت، طب انا هاخدك كل يوم. معاك اي حاجه؟ ما انا هاخدك كل يوم يعني. لا ما هو مش كل يوم هيبقى ديت، ومش لازم تبقى هديه. انا بقول يعني مثلا جيب لي مثلا شوكليت، جيب لي ورد، بس من الذوق. من الذوق تقدمها لي كده اول ما اركب العربيه بتاع، فاهم قصدي؟ ماشي خلاص اتفقنا. انت بالنسبه لك بقى ايه البرفكت ديت؟ لا والله الموضوع بالنسبه لي بسيط قوي يعني. انا بحب الاكل، نجرب اكل جديد مثلا، وانت اللي تختاري برده، ما تسيبينيش اقول لك مثلا. نروح سينما تفاهه يعني. هو انت قلت تفاهه؟ امال انت بتعمل ايه؟ احنا عايزين نفك كده ونروق وبتاع، فسينما يعني نتبسط، نبقى تافهين مع بعض، فاهمه؟ ده قصدي يعني. لكن طبعا ما اقدرش اغلط في السينما وكده، ودول اخواتنا يعني في الوسط الفني. هو انت في الوسط الفني؟ انت عارفه انا مستغرب حاجه من ساعه ما قعدت، ان انت ما عرفتيش انا مين من صوتي. ولا انت على فكره عرفت؟ ما هو ده واضح كده ان انت ما مش ناس كتير يعرفوكي. هو انت ليه بتهرب من السؤال؟ لا ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك كده واضح. انا عايزه انا عايزه اسال سؤال معلش. هو انت بالنسبه لك ايه اللي مش تفاهه؟ الديت اللي انت قلت لي عليه، ان احنا ننزل نتشيك ونقعد نتكلم. دي رومانسيه يا ابني. ما هي الرومانسيه مش تفاهه. وانت الرومانسيه بالنسبه لك تفاهه؟ لو سالتني التفاهه انا بالنسبه لي ان احنا نروح مثلا ملاهي. حلوه دي والله. نروح نلعب مثلا. والله حلوه. وعلى فكره دي برده فكره ديت.
في ناس أيوة بينزلوا ديت بيروحوا ويلعبوا وبتاع، انما لا السينما والاكل مش تفاهه خالص. انا شايفه انه يعني الحلقه بتخلص واحنا ما استفدناش اي حاجه، فانا شايفه ان انت على الاقل في الاخر يعني تعتذر كده. بصي انا والله باجي بالك قبل ما تقول اوكي سمحتك خلاص ماشي يا جي. بقول لك يا عمر، تحب تروح تبارتي وكده مع صحابك؟ بص يعني اه لو في حفله لتامر حسني انا بحبه من وانا صغير قوي يعني، وانا كمان بالنسبه لي اه. طيب انا بحب اروح حفلات على فكره. مش انا ما قلتلكش انا ما بحبش، انا قلت لك انا ما عنديش مشكله، بس انا مش ان قوي يعني، مش كل يوم في حفله. وانت بقى تقدر تسمي ستايل لبسك ايه؟ اكتر ستايل بحبه سيمي فورمال، بقعد اشتري قمصان كتير قوي ما بلبسهاش كلها. اه انت من الناس اللي بتلزق في الحاجه لو حبيتها يعني. اه بالظبط. انت عارف ان انا ما بحبش خالص الستايل بتاعك ده؟ هو انت شفتيني لسه؟ مش ممكن اكون بكذب؟ وانت يا ابني مش بتقول ان انت الستايل بتاع لبسك بايه؟ سيمي فورمال باين على القمصان. بتحب انهي ستايل؟ ما قلتليش. طب انا عايز اسالك سؤال معلش. لا انا قلت لك بتلبس ايه؟ ايه ستايل لبسك؟ يا هسك وطي صوتك. هو انت لازم تحاول وطي صوتك، احنا عايزين نتفق دلوقتي مش عايزين نتخانق. والله العظيم يا ابني بحاول اتفق معاك على اي حاجه بس مش لاقيه. انا على فكره عايز افهمك حاجه يعني. انا عندي شورت ابن حرام. شورت واحد؟ اه شورت ده يا باشا يقوم بكله يعني، ده معايا كل يوم. طب بقول لك، بما اننا بنتكلم في موضوع اللبس، عندك بقى مشاكل وحوارات وكده في اللبس وبقى وتلبسي ايه وما تلبسيش ايه والكلام ده؟ لا يعني ممكن ساعات البنت بتتضايق مثلا ان هي ممكن تبقى لبست بقى لبس قعدت ساعتين تلبسه ونزلت بعد كده لقيت ان انا اللبس ده بالنسبه لي مش موافق عليه، فمضطره انها دلوقتي تطلع تغيره وهنتخانق بقى وهتبقى موضوع كبير. هو انت من بيعملوا كده؟ لا انا مش من اللي بيعملوا كده، انتوا اللي من اللي بتعملوا كده. بنعمل ايه؟ انتوا اللي بتنزلوا فجاه بمفاجاه. انت لو واضح من البدايه وقايل مفيش كذا وكذا 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 خلاص. طب اقول لك بمفاجاه. ايوه ما انا واضح، بس انتوا اللي. طيب ما تقول لي الرولز بتاعتك بقى في اللبس. انا مش عايزين صعب الدنيا والرولز بتاعه فاهم، خلي الدنيا هتمشي يعني، احنا هنتعامل. لا مش هتمشي، انا مش هطلع اغير واعمل والكلام ده. صوري قبل ما تنزلي. حلوه ماشي، فكره لذيذه. خلاص اتفقنا ماشي، بس انا لحد دلوقتي برضو انا ما عرفتش انت غيور لدرجه ايه يعني. هل غيرتك دي في يوم من الايام ممكن تخليك مثلا تكسر حاجه في مكان، تضرب حد مثلا كان بيعاكسني؟ قول لي قد ايه انت غيور عشان اشوف انا هتعامل معاك ازاي. توصل لي كده على انك غيور ومجنون ولا عادي؟ غيور ومجنون. بصي احنا اتفقنا في الاول بقى ان احنا هنظبط في اللايف ستايل دي يعني، يعني ظبطيني. انا كده مظبطاك. طب الحمد لله. انت مظبطني اساسي. ماشي قشطه. هو انت لابسه ايه؟ ايه ده لابسه دراس لونه بينك؟ لا يا جماعه ثواني بس كده، دراس لونه بينك. ايه كملي كملي. ايه ده كملي كملي. هو انت بتعمل ايه وايه الريحه دي؟ لا لا مفيش حاجه بجد. متخيل شكلي ايه؟ والله هو بعد الدريس ده انا متخيل مثلا شعر ستريت، حاسس ان في عينين مش سودا يعني، مش سودا ومش بني. بس انا بجد شم ريحه سجاير. بجد؟ ايه دي مش متاكده يعني؟ لا انا مش متاكده، انا حاسه. هو انت مولع سجاير؟ هو انت مدخن يعني؟ هو انت بتتكلمي عني كاني حرامي؟ لا يعني اصلك انت ما قلتليش الموضوع ده. انت ما قلتليش الموضوع. انت ما سالتنيش. تفتكري ممكن ننزل مع بعض تاني؟ ها ايه انت ايه الحوار ده؟ طب لا ثواني ثواني معلش. لا انا ما كنتش متخيله شكلك كده خالص. ثواني يا جماعه، انا عيل صغير معلش. ايه ده انا ما كنتش متخيله شكلك كده خالص. طب انا عمال اقول لك ما عرفتنيش من صوتي ومش معرفتيش من صوتي، انا ما حدش يعرفني من صوتي اصلا. طب انا هعرفك لازم من تغني زي. اغنيه بتاعك يعني لازم اغني لك الفار الصندوق عشان أيوة تعرفني يعني. أيوة. ده ايه ده دي كده هتجيب من الاخر. اكيد لا، بس صوتك اتغير دلوقتي خلي بالك. يعني لما الحيطه اتشالت صوتك اتغير. يا سلام والله بقيتي مريم بجد. مريم مين؟ انا مش مريم. يا نهارك اسود يا مريم. بهزر اقسم بالله منا طبعا اقسم. طيب ماشي. جيسيكا يعني. جيسيكا انا اول مره اشوف نودلز فيها حاجه مسكره. شكلها صايع يعني. تيجي كيوي وبتاع. انت ايه فاكهه؟ حلوه قوي. حلو. اتفضلي فنانه. شكرا. دي عليها شوكولات ولا ايه؟ حلوه قوي. هو انت لما سالت نخرج في ديت تاني ولا لا طلعت يس؟ انت عملتي ايه؟ انا ما شفتش. هو انا كمان يبقى نو. نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو تو. اوكي انت عارف اسمي دلوقتي، انت اسمك ايه بقى؟ عمر. ما تهزرش. والله. طب عايز اسالك سؤال. بس على فكره حوار حلو قوي ان انا مش شايفك يعني، ده كان احسن لي. هو انت ازاي ما عرفتش صوتي؟ اصل انا لما شفتك دلوقتي حسيت ان انا بتكلم مع فنانه بجد. بجد؟ ليه؟ عشان ايه؟ لما شفتني بقيت شكلي فنان؟ انا كل ده مش حاسس يعني، انا عادي. عادي. حد عادي. حد عادي او اقل من العادي. يعني ايه
العادي واقل من العادي. انا قلت من الصوت وانت يعني فاهمه. ايوه ايه اللي باين لك من اجابتي ان انا اقل من العادي؟ مش فاهم. لا مش فاكر كنت بقول ايه. لا مش فاكر بصراحه. لا ما انت مش هترجع في كلامك دلوقتي. لا هرجع في كلامي. لا اصل هرجع في كلامي. طب وانا عايز اعرف يعني انت بالنسبه لك ايه الاقل من العادي ده؟ لا مشكله بتعرف تمثل يعني هي بتعرف. لا انا مش بعرف امثل انا بجد. خلي بالك دي مشكله دلوقتي برضه انا مش هينفع اكمل. انا صعبه اصل انت ممكن فجاه تعملي كده. هو انا يعني اللي لازقه فيك على فكره. انا طلعت نو اصلا. وانا طلعت نو يا كذاب. والله طلعت نو. ماشي بس طلعت بعديها ياس. بس انا عملت ياس عشان معجب بادوار عشان معجب بادوارك والله. ماشي اه ابتدينا ولا انت؟ ماني اديتيني 7 فدي حاجه كويسه. يس مش عارف بعد ما شفت البليزر هتديني كام فنانه والله. اوكي انت اديتني 1. ما انا حسيتك بس انا بعد ما عرفتك اكتشفت ان انت مش فارق معاكي. يا نهار اسود. يعني بعد ما عرفت خلاص قلت لا. بعد ايه؟ بعد فوات الاوان. ما انت اسئلتك بصراحه كانت كلها خلاص. ايوه عايزه لا ايوه احنا كنا بنتكلم في توبيك الماني. عايز نتكلم في ايه مش فاهم. طب خلاص معلش فوتيها لي. ما انت بقى انت بصي بعد عامله في ايه. لا السوشيال لايف بتاعتك الصراحه ما عجبتنيش. دي 10 وانا مديك نيجاتيف 100. ما جاتش معاكي ها لايف ستايل نيجاتيف. اهو ما انت رديتها لي اهو. انا اللايف ستايل بتاعي مش عاجبك وانت يعني اللايف ستايل بتاعك فن قوي. ما انت مديني 2. ده انت بالنسبه لك انت قلت السينما والاكل تفاهه. اه يا نهار اسود. واستنى انا فاكراها لك على فكره. وما بتحبش السهر وبتحبش الحفلات. طبعا هي دي حياتك. بتحبش الدوشه. هي دي حياتكم. ايه حياتنا مين احنا؟ ايوه انا عايزه افهم يعني اللايف ستايل بتاعي ما عجبكش. اعتراضات كتير. بنغلط مثلا في ابو مكه بالنسبه لك الانيفرسري اهم. مع انك برضو المفروض اكيد بتقابليه كتير كده. لا لا انا مش بقلق. شفتيه قبل كده؟ لا انا شفته بجد. اه والله انا نفسي اشوفه. ظبطها. ماشي ظبطها. انت صاحبه يعني؟ يعني حاجه زي كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وفولو بنج سيركل على فيسبوك وانستجرام وسبسكرايب على اليوتيوب. ولو عاوزين تيجوا في ذا بلايند ديت شو اعملوا شير للفيديو ده وتاج لثلاثه من اصحابكم في الكومنتس. وما تنسوش ان كيلوجز نودلز عامله فليفر جديد وهو الهوت اند سبايسي. ايه رايك بقى في حماده هلال؟ حماده هلال اه حبيبي اكيد بحبه قوي. محترم هو. ايوه طبعا. تعرفه؟ لا شفتك معاه في الفيلم يعني.